يتسع الجدل في مجلس الأمن الدولي وتضيق الجغرافيا بفلسطين وتقدم الأزمات الجانبية الرئيسية المزيد من حصتها من الاهتمام. بات حل الدولتين أقرب إلى الخيال بما يهدد بتفجر الغضب، لكن القلق الدولي الأشد كان من تعاظم قدرات السلاح الجوي للمقاومة في لبنان. A worrying development took place on the 6th of October when a drone penetrated Israeli airspace in the northern Negev before being shot down by Israeli forces. This incident has been claimed by Hezbollah Secretary General Nasrallah. المندوب الإسرائيلي أولى الأمر أهمية خاصة مكررا تهديداته ومتهما إيران بالوقوف وراء العملية، ولم يخفي أحد قلقه من مضاعفات الأزمة السورية المستفحلة على المنطقة. إيران جددت الدعوة للحل السياسي وحذرت من التمادي في العسكرة. Under such circumstances, any militarization of the region, miscalculation, wrong decision would only foment extremism, terrorism and sectarian clashes. السعودية بدورها دعت العالم للإطاحة بالنظام السوري بشتى الوسائل وهجمت البرنامج النووي الإيراني المقلق لها. إن بلادي تنظر بقلق إلى استمرار جمهورية إيران الإسلامية في تنفيذ برنامجها النووي بعيدا عن أعين الرقابة الدولية، مما يهدد أمن منطقة الخليج العربي بخطر جسيم. أما الولايات المتحدة فرأت أن طريق السلام في المنطقة شائك وطويل، ورصدت روسيا تزاحما على التسليح المكثف في سوريا، فيما شككت سوريا بصدق أولئك الذين يحضون على محاربة الإرهاب ويدعمونه فعليا. البعض في هذا المجلس تعامل بشكل مختلف مع الإرهاب نفسه الموجود في مالي والذي يستهدف بلادي عبر حدود دول مجاورة لسوريا. هذه ازدواجية سيد الرئيس، أتركها في عناية السادة السفراء. الكل حذر من الأعظم، لكن ما تحتاجه المنطقة يتجاوز ذلك. إنها تحتاج إلى تنسيق دولي وتفاهم يقيها شر بركان بات ثورانه يلوح في الأفق. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين.